حرق المحاصيل الزراعية. طبعا هنا من حاجز حرامي الحطب حيث يقوم إطلاق النار والأدوية الحارقة على الأراضي الزراعية لمدينة اللطامي، ما أدى إلى إحراق محاصيل القمح طبعا والأشجار، خصوصا أشجار الفستق الحلبي والأشجار المسيحية. طبعا هذه المنطقة كلها حرقت بالكامل ولا تزال النار مشتعلة في هذا الاتجاه. لا تزال مشتعلة في هذا الاتجاه، ونلاحظ هنا في هذا الاتجاه أيضا نار مشتعلة، وهنا أشجار صغيرة أشجار في السوق الحلبي كما يتضح. النيران لا تزال مشتعلة، النيران لا تزال مشتعلة، ولكن على مساحات واسعة في هذا الاتجاه نلاحظ هنا أشجار في السوق الحلبي بين المحاصيل الزراعية وحرقت بالكامل بحسب الهواء. حرق المحاصيل الزراعية محاصيل القمح وبينها أشجار الفستق الحلبي في مدينة اللطامي المحيط حماة الشمالي. نلاحظ النيران كيف تشتعل، طبعا والدخان الأسود يتصاعد من الأراضي الزراعية، واضح أنها في هذا الاتجاه بدأت النيران تزداد في اشتعالها. طبعا مصدر النيران هي قذائف حارقة من حاجز حرامي الحطب. نلاحظ في هذا الاتجاه أيضا في هذا الاتجاه بدأت النار تشتعل. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، النيران تزداد في اشتعالها، النيران تزداد في اشتعالها. طبعا لا أحد يحاول وصول هذه المنطقة من أجل إخماد النيران. نذكر بأن التاريخ 15/6/2015، طبعا هذه الأراضي كلها حرقت بالكامل. طبعا نلاحظ أشجار الفستق الحلبي المزروعة بين المحاصيل الزراعية، طبعا في هذا الاتجاه النار لا تزال مشتعلة. طبعا في هذا الاتجاه هذه المساحات كلها حرقت بالكامل. هناك آبار ارتوازية، هذا آبار ارتوازي في هذا الاتجاه. نلاحظ النيران مشتعلة في هذا الاتجاه. طبعا هذه حرقت بالكامل، هذه حرقت بالكامل، ولكن في هذا الاتجاه لا تزال مشتعله.